الحمد لله والشكر لله والفضل لله لهذه العمرة، يعني عمرة طيبة، والبلد الحمد لله كل سنة ماشية موسعة. جينا 2018 وجينا 2022 لقيناها أفضل من كثير، وكل سنة ما شاء الله يعني كل الأهدي عنده جهد مبذول، ويعني حتى التنظيم وحتى الشوارع يعني شغل كله شغل فيه مدد من الله الحمد لله. هذا يعني من وين في السودان؟ انا من ام درمان. يا اخي ام درمان يا اخي دي جميله والله. ايوه من ام درمان. طيب حاب تسلم على مين في ام درمان؟ والله يسلم عليك هنا 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 الجماعه موجودين كل معك. الشعب السوداني ربنا يوعد بهذه المنطقه، وربنا يسهل امور ويولي من يصلح، ويجعل الاحزاب كلها تكون يد واحده، وتقدر تنتج الذهب وتقدر تبني بنيه تحتيه حقيقيه. ولا الدون محمد بن سلمان ده سنه واحده في السودان، خلوه يشتغل لنا بغادي، صلح لنا السودان ده شويه. يا ان شاء الله فيكم الخير، واحنا إن محمد شاء الله احنا محمد بن سلمان ما نعطي احد. اعطونا تبعنا. الله اكبر الله اكبر.